ثلاث أسئلة لهم وحدة الموضوع، ويتعلق الأمر بإحداث نواة جامعية ببعض الجهات، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال الأول للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد السيدة النائبة. تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، نسائلكم حول ملائمة الخريطة الجامعية مع الجهوية المتقدمة. شكرا. السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكورا. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس المحترم، شكرا السيد الوزير المحترم. ما هو برنامجكم لإحداث نواة جامعية ببعض الجهات؟ وشكرا. شكرا. السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكورا. تفضل السيد النائب. السيد الرئيس، بالنسبة للسؤال، فريق الاستقلال والوحدة التعادلية يتعلق بإحداث جامعة بالأقاليم الجنوبية وليست نواة جامعية، وهو سؤال مستقل. تفضل. لدينا سؤال مستقل يتعلق بإحداث جامعة وليس نواة جامعية. السيد النائب المحترم، هذا طلب ديال الفريق باش جات وحدة الموضوع في هذا السؤال. تفضل وضع السؤال ديالك وغادي يعطيك الوزير غادي يجاوبك على السؤال. السيد الرئيس، السيد الوزير، ما فتئ الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يدعو إلى إحداث جامعة بكل أقاليم المملكة ولا سيما الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تتطلع إلى إحداث جامعة، نظرا إلى أن هذه الأقاليم تعرف مسيرة تنموية، فهذه الأقاليم هي ورش يومي، وتطلع إلى إيمانا من الفريق الاستقلال والوحدة التعادلية من أن التعليم هو أساس التنمية، فإن الأقاليم الجنوبية في حاجة ماسة إلى إحداث جامعة مستقلة. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد الوزير. تفضل. تفضل سيد الوزير. شكرا السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين. كما تعلمون السيدات والسادة النائبات والنواب المحترمون، فإن الوزارة قد استبقت تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق التوازن في توزيع العرض التربوي بين مختلف الأقاليم والجهات، وذلك من خلال تعزيز البنية الجامعية لهذه الجهات بإحداث مؤسسة جامعية جديدة بهدف تقريب العرض الجامعي من كل أقاليم المملكة، خاصة الأقاليم ذات الطابع القروي. وفي هذا السياق أصدرت الوزارة خلال السنتين الأخيرتين عدد غير مسبوق من المراسيم المتعلقة بإحداث وتطوير المؤسسات الجامعية ومراجعة الخارطة الجامعية تحقيقاً لسياسة القرب وتكافؤ الفرص. للتذكير، تتوفر بلادنا اليوم على 12 جامعة عمومية توجد رئاستها ب 8 ديال الجهات، علماً أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة إحداث جامعة قائمة بجهة درعة تافيلات وجامعة بالأقاليم الجنوبية. ومن أجل ضمان التوزيع العادل للعرض البيداغوجي ما بين أقاليم المملكة، فإن التعليم العالي الجامعي العمومي يوفر حالياً ما مجموعه من 145 مؤسسة جامعية، 61 مؤسسة ذات ولوج مفتوح، 84 مؤسسة ذات ولوج محدود، موزعة على أكثر من 36 إقليم أو عمالة. وقد تم إحداث 17 مؤسسة جامعية برسم السنة المنصرمة، كما سيتم فتح 34 مؤسسة جامعية برسم هذا الموسم إن شاء الله. هذه المؤسسات هي على الشكل التالي: كليات متعددة التخصصات، مدارس عليا للتكنولوجيا، مدارس عليا للتربية والتكوين، مدارس وطنية للتجارة والتدبير، مدارس للمهندسين، كليات الاقتصاد والتدبير، المعهد الوطني للاقتصاد التضامني والاجتماعي، كليات الطب والصيدلة، الأقاليم المعنية: إقليم بني ملال، خنيفرة، أزيلال، فقي بن صالح،
قلميم، العيون، أسا، طاطا، تيزنيت، تارودانت، بن حمد، سطات، نواصر، بن سليمان، سيدي بن نور، الناظور، بركان، ورزازات، ميدلت، قنيطرة، سيدي قاسم، خميسات، مكناس، الحاجب، تاونانت، إفران، شفشاون، حسيمة، وزان، والقصر الكبير. بالنسبة للجامعة ديال الأقاليم الجنوبية، تتوفر جهة العيون الساقية الحمراء حالياً على المدرسة العليا للتكنولوجيا بإقليم العيون، وعلى كلية متعددة التخصص بإقليم السمارة. أما جهة قلميم واد النون فإنها تحتضن اليوم مدرسة عليا للتكنولوجيا بإقليم قلميم التي سيتم تحويلها إلى مدرسة المهندسين، إضافة لمركز جامعي تابع لجامعة بن زهر بأكادير، في حين تتوفر جهة الدخلة والذهاب على مدرسة وطنية للتجارة والتسيير بإقليم الدخلة. وتم تعزيز العرض الجامعي بالنسبة لهذه الأقل الجهات بإطلاق بناء كلية الطب والصيدلة بإقليم العيون، خصصت لها الوزارة 350 مليون ديال الدرهم، ومدرسة عليا للتكنولوجيا بإقليم الدخلة، بالإضافة إلى كلية الاقتصاد والتدبير بإقليم قلميم، ومركز جامعي جديد بسيدي إفني مخصص لأبحاث جامعية الخاص بالإجازة المهنية، ومركز جامعي للإجازة المهنية بأسا والوطية. وبهذا إن شاء الله ستكتمل الخريطة الجامعية، ويتم إن شاء الله إحداث الجامعة في الأقاليم الجنوبية. شكرا سيد النائب المحترم. شكرا سيد الوزير. التعقيب للسيدة النائبة من الفريق الحركي. شكرا السيد الوزير على الإجابة ديالكم، نتمنى لكم التوفيق فيما تقومون به. نعلم جيدا أنكم منذ توليكم الوزارة وأنتم تسهرون على تعميم هذا وتنزيل الجامعة بكل جهة المملكة. هنا بعض الأمورات اللي لابد من نتكلموا عليها السيد الوزير، وهي الجودة. ايضا بغينا ان هذا العرض الجامعي لابد ما يكون يلائم تخصصات ديال كل جهة على حدة، وبأن أيضا التنزيل الجهوي يراعي أيضا البعد الإقليمي. بغينا أن هاد الجامعات أن يكون جميع يعني جميع ما تحتاجه الجهة من كفاءات، لأن احنا الهدف ديالنا وهو أن الخريجين يلقاو فرص الشغل وخاصة في الجهة ديالهم، وبالتالي غادي يمكننا نحلوا مجموعة من المشاكل اللي عندها علاقة بهذا الشيء. ايضا بغينا نتكلموا سيد الوزير على الميزانيه المرصوده للبحث العلمي، فهي ميزانيه جد هزيله، وبالتالي ما يمكنلاش تعطي الاكل ديالها ولا تعطي النتيجه، خاصه وحنا كخصنا نشجعوا الابتكار، والبحث العلمي هو اساس التنميه الاقتصاديه في كل بلاد. جميع الدول اللي هي متقدمه كتعتمد بالاساس على البحث العلمي ونتائج البحث العلمي، لان هذاك البحث العلمي هو اللي كيعطي قيمه للدوله. وبالتالي كنتمنوا ان السيد الوزير هذا الامر هذا تاخذوه بعين الاعتبار. كما يجب اعتماد اعاده هيكله البحث العلمي بمجموعه من الامور، وانتم ادرى السيد الوزير بحكم انكم كنتوا رئيس الجامعه وكتعرفوا جيدا المشاكل اللي كيتخبطوا فيها هذا. شكرا السيده النائبه المحترمه. التعقيب الموالي لفريق التجمع الدستوري، تفضل سيد نائب. شكرا سيد الوزير المحترم على ما تقوم به. نطالبكم بما يلي سيد الوزير، احداث جامعه مستقله ومتكامله بجهات درعا تافلات من اجل تحقيق العداله المجاليه في الولوج الى التعليم العالي، احداث كليه الطب الرشيديه، احداث نواه جامعيه والاقسام التحضيريه باقاليم تنغير وزقوره وميدلت وطاطا، احداث المدارس والمعاهد العليا كالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة العليا للمعادن بجهة درعا تافلات، توسيع الحي الجامعي بالرشيدية، تجويد خدماته، دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لإتمام دراستهم الجامعية. سيد الوزير المحترم، إيجاد حل دائم للنقص الحاصل في الموارد البشرية من أجل محاربة الاكتظاظ داخل الأقسام ومحاربة الهدر المدرسي، مواكبات وزارة الصحة لبرامج الصحية المدرسية لوقايات ومحاربة الأمراض في جميع المؤسسات التعليمية. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد نائب. تعقيب الموالي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تفضل سيد نائب. بالتوفيق سيد الوزير.
وفي انتظار إحداث جامعة بمدينة العيون حاضرة الأقاليم الجنوبية، ندعوكم السيد الوزير إلى تبسيط طلبات انتقال الطلبة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية إلى باقي جامعات المملكة نظرا للاكتظاظ الذي تعرفه جامعة بن الزهر. شكرا سيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضل سيدة النائبة. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، استبشر الناس ديال ميدالت خيرا عندما خصص المجلس الاقليمي لميدالت اعتمادات لخلق نواه بميدالت، واستبشرنا خيرا عندما زرتمونا بالاقليم واعطيتم توجيهاتكم لرئيس الجامعه جامعه مولاي اسماعيل بمكناس لكي تدرج هذه النواه ضمن جدول اعمال المجلس الاداري لديسمبر 2019، ولكن وطلبتم واشترطتم كذلك اعداد وعاء عقاري، الشيء الذي اعددناه ما يناهي 16 هكتار لهذه النواه، ولكن صدمنا وصدم معنا الناس ديال ميدالت اننا بعد تداول هذا من نقاط جدول الاعمال المجلس الاداري لم تكن هناك ضمنه هذه النقطة التي كنا نظن أن حسم أمرها. نتمنى السيد الوزير ألا تغفلوا هذه النقطة، وشكرا لكم. شكرا سيد النائبة من فريق الأثر والمعاصرة. سيد النائب من فريق العدالة والتنمية تفضل. سيد وزير المحترم، تنشكركم على المجهودات اللي درتوا في الجهة الشرقية بإحداث 4 النواه جامعية، ولكن الان كاين واحد التاخر كنسالكم عليه، التاخر الحاصل الان في الانجاز باش نرفعوا المعاناه اللي المواطن انتظر، ولكن الان كنا كانتظار كذلك باش تسرعوا لنا العمليه ديال الانجاز، لان كاين تكاليف، كاين هدر الان جامعي، كاين مشاكل مرتبطه بهذا الشيء هذا، وخاصه زدوا لنا شي جامعات اخرى كذلك نواه بيك فيك بوعرفه وفي كذلك الدريوش. شكرا سيد النائب. تعقيب إضافي، تفضل السيد نائب العدالة والتنمية. الصوت عافاك. شكرا سيد الوزير، فعلا حنا كنسجلوا في السنوات الأخيرة تمديد العرض الجامعي، ولكن خلونا نسجلوا عموما باللي في بلادنا العرض الجامعي باقي ضعيف، قل من 900,000 طالب. وخليونا نقولوا باللي المناطق الجنوبيه الان خص التفكير في الهيكله الجامعات متكامله بالتخصصات الشامله للجامعه بمعنى الكلمه. شكرا. شكرا سيد النائب. تعقيب اضافي لسيد النائب من التجمع الدستوري. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، واحد الاقليم اللي غير موجود في هذه الخريطه اللي هضرتوا عليها هو اقليم ديال زاكوره اللي عرفتوه بزاف، منكم السيد الوزير تشوفوا العداله المجاليه في التعليم، في التعليم العالي وخصوصيه ديال المناطق، راه كاين البعد للجامعات السيد الوزير، راه كاين التلاميذ ديالنا تيجيو 600 و700 كيلومتر باش يمشيو للجامعه، كاين اشكال ديال الهدر المدرسي خاصه الفتيات، الامكانيات ديال الاسر الفقيره، وهنا تنطلبكم يا اما نواه جامعيه في الاقاليم ولا المدارس العليا على الاقل في اطار العداله المجاليه في كل بلاصه نديروا فيها شي حاجه باش الدراري يمشوا لشي بلايص، وعاود ثاني الدراري ديال بعض المناطق يمشوا للاقاليم الاخرى. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب. تعقيب اضافي اخر لفريق العداله والتنميه، تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. بالنسبه للجواب ديال السيد الوزير عفيتني من ذكر الاسباب ديال الجامعه بالعيون، فنشكركم كذلك على الانويه والمؤسسات الجامعيه المتواجده في العيون، وهذا كيدل على بان كاين طلب على الجامعه. انا فقط الجامعه الان في العيون بغيت الدراسه، اضافه الى دراسه الجدوى ودراسه التقنيه، دراسه الاستراتيجيه، هذه الجامعه بغينا تكون عندها اشعاع افريقي وتستغل البعد الاستراتيجي لمدينه العيون، قرب من اسبانيا والقرب من الدول الافريقيه. وشكرا. شكرا سيد النائب. تعقيب اضافي اخر فريق الاستقلالي الوحده والتعادليه، تفضل سيد النائب. السيد الوزير، غير نتمنى ان شاء الله ان بوعرفه كذلك تستفيد واقليم فيكيك بصفه عامه تستفد من نواه جامعيه كما وعدتمونا بذلك سابقا، نتمنى ان شاء الله هذا الوعد يتحقق. شكرا. شكرا. هل هناك من تعقيبات اضافيه اخرى؟ ليست هناك تعقيبات اخرى، تفضل سيد الوزير.
الجواب. السيد الرئيس، بالنسبه للميدلت، السيده النائبه المحترمه، بالنسبه للميدلت، انا ذكرت ميدلت في اللائحه ديالي. الو المجلس، الجامعه لن يبت في ميدلت لان الوعاء العقاري باقي ما حصلنا عليه. درنا الطلب لوزاره الفلاحه، باقي كنتظروا باش يمنحوه لنا، ديك الساعه اللي يمكننا نبرمجوه في مجلس الجامعه. بالنسبه لدرعة تافيلالت، اليوم الحمد لله عندنا ايضا، نسيت ما ذكرتهاش، مشروع ديال كليه الطب، لان السيد وزير الصحه اعلن بان غادي يدير مستشفى جامعي، وحنا في المكان مستشفى جامعي كنواكبوا بكليه الطب والصيدله. لهذا اليوم ايضا جهه درعة تافيلالت هي جاهزه باش تضف جامعه قائمه بذاتها. بالنسبه للبركان، تورير، تفيقيك، فيقيك ايضا كنا في بوعرفه غادي نحدثوا ان شاء الله واحد المؤسسه، وغادي نقوموا بواحد الزياره اخر هذا الشهر للجهه الشرقيه، وان شاء الله غادي نوقفوا على الاشغال اللي كاينه في بركان وفي توريرت، واعطاء ايضا الفرصه لخلق هذا ديال فيقيك. بالنسبه لزاكوره، نبداو بعدا بالجامعه في درعة تافيلالت، وان شاء الله نديروا الدراسه ديال زاكوره، لان كاين واحد العدد المعايير خصهم يكونوا كيستجيبوهم، هو عدد حاصل على البكالوريا. كنظن بان الا كانت جامعه في درعة تافيلالت غيكون واحد الفرص اكثر بالنسبه للشباب المنحدرين من اقليم زاكوره. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير.